فنان الشعب من اسكندرية وموج البحر وسيدي أبو العباس، رائد الأوبريت والمسرح الغنائي وألحان الوطنيين والسقايين والمغلوبين وام 44. ورغم عمره القصير إلا إنه خلد اسمه بألحان وأغاني كتير. الفنان هاني شاكر، تفتكر إيه سر خلود ألحانه وأغانيه؟ أعتقد البساطة والصدق اللي بيميزوا كل أعماله الفنية، هم أكتر عاملين ساعدوا على خلود أغانيه وأعماله الفنية لحد النهاردة. يا ترى أدهشتك شخصيته ولا ألحانه؟ هو أنا لما لعبت دوره زمان في السينما كان هو طفل صغير، ما كانش لسه لحق يبقى له أعمال فنية، لكن حسيت قد إيه من خلال الدور التمثيلي اللي لعبته إنه كان فنان بيحب فنه جدا وبيحب الفن عموما. يعني هو باع الساعة اللي فضل لهم العيلة بتاعته من ريحة والده الله يرحمه، كان عايز يبيعها وفعلا باعها عشان يجيب عود ويتعلم العود، وتحايل على أمه كتير عشان فعلا ترضى إنها تبيع الساعة وتجيب له العود اللي هو عايزه. فيعني يكون طفل صغير يفكر هذا التفكير، ما يفكرش يشتري لعبة، ما يفكرش يشتري هدوم، ما يفكرش يشتري أي حاجة، ويبيع حاجة غالية عليه وعلى أسرته هو عارف إنها غالية كده عشان الموسيقى والفن. أعتقد أكبر دليل على إنه من صغره كان عاشق للفن. بلادي لك. الفنان هاني شاكر، لو رسمته بأغنية من أغانيه تقول له إيه؟ دلوقتي يعني على طول كده؟ أيوة. أنا هويت وانتهيت، وليه بقى لوم العزول؟ الشاعر الأستاذ